خيول جل مغمرات يا حي. الانطلاق مستمر متابعينا الكرام باستمرارية هذا التحديات لينطلق شوطنا السابع الذي خصص للزمول المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح للجميع. مباشرة إلى محل اللي على المركز الأول لسعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي على المركز الأول، بينما المركز الثاني جساس اللي على المركز الثاني لسعيد بن علي بن خميس العمري، من ياتي بالمركز الثاني وشاهين بالمركز الثالث لصلهوم بن مبارك بن صلهوم القبيسي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك مع ابو عقال اللي على المركز الرابع لعلي بن حميد بن احمد بن حارب المهيري يتواجد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وهناك سراب لحمد بن سعيد بن محمد بن زهره الخيلي ياتي مع المركز الخامس. انتقل الى سادس المراكز واتحول مباشره
بالمركز السادس مع صايب. صايب الواصل بالمركز السادس بشعار سلطان بن علي يبهوني الظاهري، بينما المركز السابع فهناك اندفاعت سلهود. سلهود القادم بشعار محمد بن ساري بن احمد المزروعياتي هنا في خلال من خلال هذا التواجد، بينما المركز الثامن السرابع عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، وتاسع المراكز هناك سمهوي لحياب بن مطر بن سعيد الكتبي، والمركز التاسع هناك انطلق على المركز التاسع وتحول ايضا الفهد لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميفي، وعاشر المراكز حشيم حمد بن محير بن حمد بن رحمه الدرمكي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط وفي هذه الاندفاعة الرائعة من خلال تواجد هذه الانطلاقات والتحديات الممتازة في ميدان سويحان، ميدان التراث، حيث الانطلاقات الممتازة والجميلة في أرضية هذا الميدان.
تحية متجددة متابعينا الكرام هنا في هذه الاندفاع، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط مع سراب حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك مهل اللي على المركز الثاني سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبياتي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك مع الاندفاع والانطلاق بالمركز الثالث وصل أبو عقال، وصل أبو عقال بالمركز الثالث علي بن حميد بن أحمد بن حارب المهيري، بينما المركز الرابع فهناك شاهين صلهوم بن مبارك بن صلهوم القبيسياتي مع المركز الرابع في هذه اللحظات هنا مع انطلاقة هذه المنافسة الجميلة والتحديات، ولكن المقدمة مع سراب، إسراب لحمد بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيلي، هو على الصدارة، هو على المقدمة، هو على المركز الأول هناك بهذه الانطلاقة، وأبو عقال بالمركز الثاني علي بن حميد بن أحمد بن محمد بن حارب المهيري يتواجد مع المركز الثاني. هنا المنافسة اشتدت يا مشاهدين، هنا المركز الثالث مع شاهين صلهوم بن مبارك بن صلهوم القبيسي، رابعا مع مهل هنا بشعار سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي يتواجد هنا، ولكن بعقال، بعقال يا بعقال راح إلى المركز الأول، راح إلى الصدارة الأولى مع علي بن حميد بن أحمد بن محمد بن حارب المهيري، يحقق هذه الانطلاقة والاندفاعة الممتازة من خلال هذا التواجد والحضور الجميل على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. وشاهين يحاول بالمركز الثاني، صلهوم بن مبارك بن صلهوم القبيسي بدأ يتحرك، بدأ ينطلق، بدأ يسير، بدأ يندفع اندفاعة مميزة هنا على المركز الثاني. وثالثا معك يا صايب والأسراب، رابعا انطلاقة مهل، خامسا مع اليبهوني مع صايب سلطان بن علي اليبهوني الظاهري يصل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، ولكن بعقال، بعقال، بعقال يندفع إلى المركز الأول، يندفع إلى الصدارة مع علي بن حميد بن أحمد بن حارب المهيري، يسير إلى المركز الأول هنا على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، إذا بعقال، بعقال، بعقال بدأ ينطلق إلى المركز الأول، بدأ يسير إلى صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لعلي بن حميد بن أحمد بن حارب المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك مع شاهين صلهوم بن مبارك بن صلهوم القبيسي المركز الثالث، مع صايب سلطان بن علي يبهوني الظاهري المركز الرابع، مع ايضا سراب حمد بن سعيد محمد بن زهر الخيري، والمركز الخامس كان مهل سعيد بن محمد بن سالم خليفه الاكتبي. اذا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني 13 دقيقه 12 ثانيه بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس.